هل يمكنك تغيير فصيلة دمك مثل اسمك أو رقم هاتفك؟ ما هو الشيء الذي يكسبك لونك المميز داخليا وخارجيا؟ هل تعلم ما هو الشيء الذي يمنح دمك ذلك اللون الأحمر المميز؟ تابعوا معنا هذه الحلقة العلمية الشيقة، وهيا بنا نعلم من النوادر ما سيثير ذهولك وتمتع بالمعلومات الطبية الغريبة والتي هي بالفعل حقائق علمية. فضلا اشترك في القناة وفعل زر الجرس حتى تصلك كل الفيديوهات. هل تعرف أن تلك المادة الحمراء التي تتدفق في عروقنا جميعا تكتسب لونها المميز بسبب نوع من العناصر يسمى الحديد والموجود في الهيموبلوجين بالدم؟ وهل تعلم أيضا أن في دمائنا نوع من البروتينات يسمى الميسوموغلوبين، وهذا البروتين ثابت وموجود في دماء جميع البشر بلا استثناء، ولكن بكمية مختلفة على حسب نوع وطبيعة الجسد، وأن وجوده بكمية كبيرة في الدم قد يتسبب في العديد من المشاكل الصحية، أو قد يحول الشخص إلى اللون الأزرق تماما كأبطال فيلم أفاتار؟ هناك معلومة أخرى قد تتعجب لها تماما، إذا كنت في الماء وعلى عمق أكثر من 10 أمتار سيتحول لون دمك إذا كنت تنزف إلى اللون الأخضر، لأنه في هذا العمق الكبير لن يظهر لون دمك بالأحمر كما كنت تتوقع، لأن موجات الضوء أو الأطوال الموجية كما يفسرها العلماء الخاصة بإظهار اللون الأحمر لن تتمكن من اختراق كل ذلك العمق من الماء، لذا سيتدفق الدم منك باللون القرمزي والذي سيبدو مائلا للأخضر الفاتح، ولكن عند العودة للأرض لن يعود لون الدم إلى الأحمر. في العصور الوسطى قديما ادعى المجتمع الغربي أن النبلاء أو المميزين يولدون بدم أزرق، أي أن الدم الذي يجري في عروقهم أزرق اللون، ولكن هل هذا حقيقي عزيزي المشاهد؟ لو نظرنا إلى العناكب والأخطبوط والحبار والقشريات ومخلوقات بحرية كثيرة ستجد أن دماءها زرقاء، وذلك لأن بداخل تلك المخلوقات البحرية يقوم بروتين آخر خاص بلعب دور الهيموغلوبين في أجسامنا، وهو بروتين الهيموسيانين، حيث يحتوي على النحاس بدلا من الحديد، وهذا يجعل لون دم تلك المخلوقات أزرق. إن عنصر النحاس موجودا في أجسامنا جميعا وبلا استثناء، وعدم وجوده يسبب اختلالات عديدة، لكن وجوده بكمية كبيرة في الدم يؤدي إلى تغيير لون الدم إلى الأزرق، وسيؤدي إلى تحويل المرء إلى جثة زرقاء اللون مع كل ما يتبع الوفاة من عواقب مؤثرة على جسد المرء، والموت بتلك الإصابة يجعل الدم عديم اللون. إن الدم الذي يتدفق في عروقنا نادرا ما يتغير لونه، لأنه إذا تغير فمعناه خطورة كبرى، وهو الأمر الذي إذا حدث يعد إشارة قوية على أن صحة المرء ليست على ما يرام، ووجب التوجه فورا إلى المستشفى. وعلى الرغم من يقيننا بذلك، تجد الكثير من الأشخاص يتمنى لو أنه يستطيع تغيير لون دمه على الطريقة التي يغير بها لون شعره، وهو أمر طريف أن تشعر أن لون بشرتك ليس ورديا كما تعودنا. ولكن هل تصدق أنه يمكنك تغيير نوع فصيلة دمك على عكس لونه وبسهولة مثل اسم المرء وجواز سفره؟ ولفهم الموضوع بشكل أوضح، دعنا نخبرك عزيزي المشاهد أن جهاز المناعة لدى جسم الإنسان مزود بوسائل دقيقة جدا تقوم بعمل ما يعرف بمولدات المضادات الطبيعية، وتلك المولدات تختلف باختلاف فصيلة الدم، فالدم من الفصيلة A له مولدات معينة، أما الفصيلة B فلها مولدات أخرى، أما الفصيلة المرنة فليس لها مولدات على الإطلاق، مما يجعلها مقبولة من الفصيلتين A و B. ولذا يزود الدم بنوع خاص من البكتيريا يتفاعل مع المولدات مولدا دما من الفصيلة المرغوبة. وبالحديث عن الفصيلة الأخيرة المرنة، فإنها تستطيع عمل المعجزات في المجال الطبي وإنقاذ الملايين من الأرواح، وذلك لأنها تعد الأقوى من حيث القدرة على مد أي فصيلة دم أخرى، وذلك يجعل الطلب عليها كبير للغاية، ولهذا السبب تعد فصيلة نادرة. وهذا بالفعل قادر على تغيير مسار الطب إلى الأبد بقدرته الفائقة على تحويل مسار الدم إلى الفصيلة المرنة، التي تتيح تحويل دم أي فرد إلى الفصيلة المرنة القوية التي تمد أي نوع دم بدون مشاكل، وهذا قد ينقذ أرواح ملايين المرضى.
إن لون دم الإنسان نادرا ما يتغير من تلقاء نفسه، كذلك فصيلة الدم لا تتغير تلقائيا، ولكن في بعض الحالات شديدة الندرة كتلك الفتاة الأسترالية التي لم يفصح عن اسمها بعد، والتي بالفعل تغيرت فصيلة دمها بالكامل تلقائيا وهي في سن 13 من عمرها. الغريب في الأمر أن الأطباء لم يتمكنوا من معرفة سبب ذلك التحول، مع العلم أن تلك الفتاة أجرت عملية زراعة كبد قبل ذلك التحول بثلاث سنوات، وعلى ما يبدو أن جهاز المناعة لم يتقبل الكبد المزروع، لذا قام بتغيير المولدات بالدم بالكامل، مما أدى إلى تغيير فصيلة الدم ليتناسب مع نظام المناعة الجديد كليا، خصوصا وأن الكبد المزروع المنقول من شخص آخر حول تلك الطفلة بالكامل لتكون الشخص الذي تبرع لها بالكبد. ولا يسعنا في النهاية سوى أن نذكركم بقدرة الله عز وجل، فهو الذي خلق الإنسان في أحسن وأبهى صورة. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. أنت الله الذي لا إله إلا أنت، الواحد الأحد الفرد الصمد، الوهاب الذي لا يبخل، والحليم الذي لا يعجل، لا راد لأمرك ولا معقب لحكمتك، رب كل شيء ومليك كل شيء. أسألك يا الله أن ترزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا زكيا وإيمانا خالصا. أسألك يا رب أن تهب لنا إنابة المخلصين وخشوع المخبتين وأعمال الصالحين ويقين الصادقين. ما أحلمك على من عصاك وأقربك إلى من دعاك. لا مهدي إلا من هديت، ولا ضال إلا من ضللت، ولا غني إلا من أغنيت، ولا فقير إلا من أفقرت، ولا معصوم إلا من عصمت، ولا مستور إلا من سترت. أسألك يا رب أن تسترنا وأن ترزقنا الصحبة الصالحة وما هو خير لنا في ديننا ودنيانا. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء وسوء المنظر في المال والأهل والولد. اللهم لا تدع في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا غائبا إلا رددته، ولا كربا إلا كشفته، ولا دينا يا رب إلا قضيته. يا رب لا يمنعنا أحد إذا أردتنا، ولا يعطينا أحد إذا حرمتنا. لا تحرمنا بقلة شكرنا، ولا تخذلنا بقلة صبرنا. اللهم اجعل الموت خير غائب ننتظره، والقبر خير بيت نسكنه، واجعل ما بعده خيرا لنا منه يا رب. اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر قلوبنا. اللهم ارضنا بقضائك، وأعنا على الدنيا بالعفة والقناعة، وعلى الدين بالطاعة، وطهر ألسنتنا من الكذب وقلوبنا من النفاق، وطهر أعمالنا من الرياء وبصرنا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إلهنا قوم اعوجاجنا، وأعنا في استقامتنا، وكلنا ولا تكن علينا. أحينا في الدنيا مؤمنين طائعين، وتوفنا مسلمين تائبين. اجعلنا ممن يأخذون كتابهم يا رب باليمين، واجعلنا يا رب يوم الفزع الأكبر من الآمنين. متعنا اللهم بالنظر إلى وجهك الكريم، برحمتك يا أرحم الراحمين. عزيزي المشاهد، اترك إعجابك بالفيديو وساعد في مشاركته مع أصدقائك، وأخبرنا برأيك في التعليقات، ولا تنسى مشاهدة هذه الفيديوهات المميزة وتلك الموجودة في وصف الفيديو. شكرا على حسن المتابعة، إلى اللقاء. لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة،
وقم بتفعيل زر الجرس حتى يصلك آخر إصداراتنا.